الناس الكل متفاهم فاهم الحكايه وجينا في بالنا باش تتصلح النيه وباش نبدو معناها نحنا كيما نقولوا تتخدم وتتحل يا اخي النيه تسكرت ثورت مره تسكرت معناها ملي كانت بيست يا ليتها كانت بيست اللي كانت بيست نمرق برجلينا ولا انا كيف برجلينا تحوزنا حتى برجليك ما تعداش حتى برجلينا ولي تعدى تجي تلقاها واقفه في الثنيه تضرب بالحجر والبارح طلبوهم سيد معتمد قال له يجوا لهنا خلينا نتفاهموا معاكم قال له نحن ما نعتبروش لا معتمد ولا والي ولا اي شر ما نعتبروا حتى انسان نعتبروا عنا وتانا نحوز وقهو وهي ما عنده حتى ما يثبت القضية عنده وعلى كل حد متحوز ونحن كلنا فلاحة نمرقوا على بعضنا الناس كل نخرجوا على بعضنا الناس كل ما يلقيناش حل الهنشير المشترك ماهوش معناه بتاع واحد مع السلطات ولا مع السلطات في بلدي مع السلطات ولا معاهم هم قال لك الموت وما تجيش اللي خلقنا الكلية كان نلقوه المسلك هذا امرأة واقفة في وسطنا حازت عرش 75 عائلة محيوزة في نجيلة يجوا يحاولونا يعملوا لنا طريق المشكلة سكروها ضربة واحدة